الوقت. أوكي. فإذا اللي كنا عم نقوله إنه استنتجنا بالأخير إنه كلفة الفرصة البديلة بالنسبة ل أوكي كلفة الفرصة البديلة للغذاء عند ليلى بتساوي 1 وعند سامي بتساوي 0.5. طبعا كلفة الفرصة البديلة لليلى بتساوي للغذاء لوحدة غذاء عند ليلى بتساوي 1 حطب. كلفة الفرصة البديلة لوحدة غذاء واحدة عند سامي بتساوي 0.5 حطب. بالتالي استنتجنا شو اسمه انه كلفة الفرصة البديلة لسامي اقل. انا بقول انه سامي عنده مزية نسبية، افانتاج كومباراتيف او كومباراتيف ادفانتج في انتاج الغذاء، بالتالي سامي سوف يتخصص في انتاج الغذاء وسوف يصدر الغذاء. بالنسبة للحطب، كلفة الفرصة البديلة للحطب عند ليلى بتساوي 1، كلفة الفرصة البديلة عند سامي للحطب بتساوي 2 لأنه حسبناها، بالتالي ليلى عندها كلفة فرصة بديلة أقل. كلفة الفرصة البديلة لليلى أقل، طبعا في إنتاج الحطب عم نحكي هون، بالتالي ليلى عندها مزية نسبية، أفانتاج كومباراتيف في إنتاج الحطب، بالتالي ليلى سوف تتخصص في إنتاج الحطب وسوف تصدر الحطب. على هذا الأساس ليلى عرفت مين بده يتخصص بإنتاج الحطب، مين بده يتخصص بإنتاج الغذاء. بتول حمدان، تفضلي. دكتور، يعني نحن بناخد كلفة الفرصة البديلة الأقل مش الأكتر، طبعا أساسا بنقول إنه أي اللي عنده صحيح، ما هي هيك، هي الأقل. أوكي أوكي. طيب، شكرا يا بتول. هلا أما بالنسبة لمعدل التجارة 140%، نحن ما راح نفوت فيها هاي. طبعا هذا بيتأثر بصراع القوى، مين أقوى من الثاني، يعني بيقدر يتحكموا أكثر بهذا المعدل، مش راح نفوت فيه نحن هلا هون. أوكي طيب، هلا في عندي هون على هذا السلايد اللي هون في عندي مثل. أوكي أنا ما راح حله هلا، بس ولكن أنتم فيكم تحلوا بعدين. ينتج حميد ولطيف برتقالا وقهوة. أوكي ما راح فوت فيه كلياته، جربوا أنتم حلوه بالبيت لحالكم. راح أعطيكم عملين، مسألتين بهول، في هذا المسألة اللي هون أوكي، وفي مسألة راح أبعثها أنا هلا للدليجي بعد ما يخلص الصف، أو اليوم بعد الظهر ببعثها للدليجي بتجربوا تحلوها. راح ابعث لكم، فاذا راح يكون في عندكم هاي المساله اللي هون والمساله اللي راح ابعثها للديليجي. جربوا بالاول حلوا تاعت الديليجي بالاول وبعدين بتحلوا هيدي اللي هون، ماشي الحال؟ وبنحلهم ان شاء الله بالكلاس اللي جاي يوم الاثنين اذا الله بريد. ما راح فوت فيهم لهول كلياتهم كلهم، فاذا هذه كلها اسئله هون. طيب دكتور، موجودين على الكتاب؟ الايه هن ذاتهم طبعا. اوكي أوكي طيب، هلأ في عندي يعني إذا بدكم مثل تطبيق عليها للي شفناها نحن، هاي اللي هون هذه المنحنى إمكانيات الإنتاج. في عندي النمو الاقتصادي بدي أجرب أفهمه من هون كيف يعني. نحن بحياتنا العملية على طول في عندنا خيارين، إذا بدكم يعني هلأ نحن بحياتنا يومياً شوفوا أهلكم، في عندي استهلاك أو ادخار. طبعاً في عندي بيناتهم تريد أوف، لأنه كل ما بده يزيد الاستهلاك بده ينقص الادخار، والعكس صحيح، كل ما بينقص الاستهلاك بده يزيد الادخار مشان المستقبل. شو المقصود يعني هون؟ الأفراد يختارون بين الاستهلاك في الحاضر وفي المستقبل. بخفف الاستهلاك هلأ وبصمد أدخر، هذا الادخار معناته بالمستقبل فيه استهلك أكثر.
هلا قديش بتصير هاي كمان موضوع ثاني ما قلنا عليها هلا فيهم. فاذا في عندنا هون نحن تريد اوف، استهلاك بالحاضر واستهلاك في المستقبل. كل ما زاد الاستهلاك في الحاضر هلا ينخفض الاستهلاك في المستقبل، وكل ما انخفض الاستهلاك الحاضر هلا ينخفض يزداد الاستهلاك في المستقبل. طبعا انا هون على عم بحكي على صعيد الاسره، اوكي. كمان بالنسبه للمجتمع، كمان بالنسبه للمجتمع فينا نحكي ذات الشيء. المجتمع كمان كل ما كان لما احكي مجتمع انا بحكي ماكرو، كل ما المجتمع ادخر اكثر، اوكي، كل ما المجتمع قدر يعطي بالمستقبل اكثر. كيف يعني؟ يمكن للمجتمع انتاج نوعين من السلع، السلع الاستهلاكيه والسلع الرأسماليه. السلع الرأسماليه اللي هن السلع الانتاجيه او الالات. طيب شو معناتها هذه؟ لاحظوا شغله، انه كل ما انتج انا سلع استهلاكيه اكثر، كل ما انتج سلع استهلاكيه اكثر بنتج الات اقل. يعني انا الموارد تعولتي، المصانع تعولتي، كل ما بحطهم اكثر لانتاج السلع الاستهلاكيه كل ما عم بنتج سلع الات اقل. طيب اي احسن، انتج سلع استهلاكيه والله سلع راسماليه او الات؟ فاذا عندي اني هون تريد اوف بين السلع الراسماليه وبين السلع الاستهلاكيه. هلا اذا انتجت سلع راسماليه اكثر هذا بيساعدني اني بالمستقبل اكون اقوى، بالمستقبل يكون عندي استهلاك اعلى. بس ولكن على حساب شو؟ على حساب استهلاك اقل بالفتره الحاليه هاي بالحاضر. رح نرجع نحكي عنهم لهول ان شاء الله كمان باخر هذا الفصل. بس هلا بدي روح على شيء ثاني كمان له علاقه بمنحنى امكانيات الانتاج، لانه نحن حكينا لحديت هلا عن منحنى امكانيات الانتاج يلي هو شكله هيك، وهذا مش كتير واقع، اللي هذا مبسط. بدي روح على منحنى امكانيات الانتاج يلي هو شكل شوي، اذا بدكم مور جنرال، بلو جنرال، لفرجيكم عليه وبتشوفوا. طلعوا لي على هالرسم اللي هون. هاي مثل ما شايفين تزايد، شو اسمه هذا عندي مجتمع في ينتج، عند النقطة A هون أو عند النقطة B و C و D و E. يعني إذا بدكم تشوفوا كيف بينتج هذا المجتمع بتطلعوا على الجدول اللي هون. بيقدر ينتج 700 ذرة و100 قمح، أو بيقدر ينتج 650 ذرة و200 قمح، أو 510 ذرة 380 قمح، أو 400 ذرة و500 قمح، أو 300 ذرة و550 قمح. إذا بحطهم هول هذا الجدول، بحطه على الرسمة بيعطيني هيك. كمان هون على هذا المنحنى هول نقاط ما في أوصلهم لهون، يعني ما فيني أنتج مثلا على هاي النقطة اللي هون 700 ذرة، هون ذرة وهون قمح، ما في أنتج 700 ذرة و200 قمح، ما في أنتج على هذه النقطة اللي هون، ولا في أنتج 650 ذرة و380 قمح، هون ما في. طيب بس ولكن مثل ما شايفين طبعا هذه هول استحالة هون مثل ما قلنا هون، وهون غير لا يوجد لا كفاءة، اوكي. طيب فإذا مثل هذيك، إذا بدأ هذا المجتمع يحط كل موارده لإنتاج القمح رح يجي على هاي النقطة اللي هون، إذا بده يحط كل موارده لإنتاج الذرة رح يجي هذه النقطة اللي هون، وإذا بده يوزع الموارد ممكن يكون A B C، ممكن يكون هون، ممكن يكون هون هون هون. طيب بس ولكن شو النقطة الأساسية بهاي الرسمة اللي نحن شايفينها؟ مين بيقول لي شو الفرق الأساسي بين هاي الرسمة وبين منحنى إمكانيات الإنتاج اللي كنا عم نشوفه بالأول؟ أي ريتا؟ لا كان بدي أقول إنه كل ما عم ننتج قمح
أقف إنتاجنا للذرة. أكيد كل ما عم يزيد إنتاج القمح يعني في عندي تريد أوف أكيد. غنج، هون كلفة الفرصة البديلة ما بتكون ثابتة. على أي أساس عم تقولي هيك؟ لأنه مش ليني دروات ما في يكون لأنه منحنى إمكانيات الإنتاج الميل كنا نشوف بالأول نحن هيك straight line ليني دروات، فإذا يبقى عندي الميل ثابت بالتالي كلفة الفرصة البديلة ثابتة، ولكن هون بهيدي الحالة الميل منوش ثابت، جاي هيك أوكي. إذا بدكم تشوفوها كمان خلينا نحسب بين الـ A والـ B مثلا وبين الـ C والـ D وبين الـ D والـ E. لا على السريع أنا وياكم هون الميل شو بيساوي؟ رح أعمل أني YB ناقص YA على XB ناقص XA أوكي. ما رح أحط القاعدة دغري بس رح أحط الجواب دغري. هون رح يطلع عندي 100 ناقص 100 100 على 50 بس رح تكون بالناقص رح يطلع عندي ناقص 2 من الـ A للـ B ناقص 2، يعني كلفة الفرصة البديلة لإنتاج وحدة قمح بتكون 2 درة. بين الـ B والـ C رح يطلع عندي هون 180 ناقص 180 على 140، 180 على 140 بيطلع عندي شيء 1.2 تقريبا 1.2. شوفوا هون من السي للدي بيطلع عندي تقريبا لا بالعكس عفوا هون من البي للسي 140 لا لا غلط غلط لحظة شوي شو بني من الاي للبي لازم فوق يطلع ناقص 0.5 ناقص 50 على 100 بيعطيني ناقص 0.5 وهون رح يطلع عندي ناقص 140 على 180 يعني تقريبا ناقص 0.8 من السي للدي بيطلع عندي تقريبا 110 على 120 لا على 120 صحيح بيطلع تقريبا ناقص 0.9 من الدي للاي بيطلع عندي ناقص 100 على 50 بيطلع عندي هون يا جماعة الخير بيطلع عندي ناقص 2. فإذا مثل ما شايفين هون بهاي الحالة لما يكون هيك كيرف منحنى إمكانيات الإنتاج عم تكون كلفة الفرصة البديلة مناش ثابتة عم تتغير، يعني لأجي من الـ A للـ B أو من الـ A للـ B كل ما أنتج حبة قمح بتكلفني 0.5 درة، لأجي من البي للسي كل ما بدي أنتج واحدة قمح بتكلفني 0.8 درة، من السي للدي كل وحدة قمح بتكلفني 0.9 درة، من الدي للإي كل وحدة قمح بتكلفني 2 درة. معناتها هون عم شوف أنه كل ما عم زيد إنتاج القمح كلفة الفرصة البديلة للقمح ترتفع، كل ما عم زيد إنتاج القمح كلفة الفرصة البديلة ترتفع. في حدا عنده سؤال هون؟ طب أنا أفترض أنه إن شاء الله الموضوع واضح بس بدي أعطيكم assignment، بدي أعطيكم هيك فرض صغير تعملوا لي إياه بالبيت. أنا اللي كنت عم بفرضه هون عم بيش من الـ A للـ B من الـ B للـ C من الـ C للـ D من الـ D للـ E أوكي؟ طيب وشفت أنه كلفة الفرصة البديلة لإنتاج القمح يرتفع، يعني كل ما عم زيد حبة قمح زيادة كلفة الفرصة البديلة عم بتكون أكثر وأكثر وأكثر. جربوا لي أنتوا بالبيت من هلأ ليوم التنين كمان حلوا لي إذا بدي أجي من الـ E للـ D أو من الـ A للـ D بعدين من الـ D للـ C بعدين من السي للبي وبعدين من البي للاي شو عم بيصير؟ يا علي روماني عمل لي نعم يا علي إذا ما نعمل من الاي للدي بنحط الاكس على الاجريك مش هيك؟ بالعكس صحيح. جربوا انتوا طلعوا لي كلفة الفرصة البديلة
للذرة، هل كمان عم يطلع؟ والله بيصير بده ينزل. كلفة الفرصة البديلة، كل ما أنتجنا ذرة أكثر، هل عم تزيد كلفة الفرصة البديلة ولا بتنقص؟ طيب، هلأ أول سؤال بيجي بيتبادر لذهنه للواحد، إنه ليه؟ طب ليش كلفة الفرصة البديلة عم بتزيد؟ ليش ما بتضلها زي ما هي؟ حدا عنده جواب؟ يمكن لأنه بالإنتاج التاني عم يستفيد المنتج أكتر فبزيد. لا ما فيها شوي ما إلها علاقة، بس كل الأمر أغلى من الذرة. الصبية اللي كانت عم تحكي حاطة اسمها آيفون، أنا ما بعرفها من هي، بالتالي بتروح هاي غياب مش حضور. أي محمد أندير قل لي. يمكن لأن القمح أغلى. ما في أسعار، ما حدا نحكي عن الأسعار هون، لأنه القمح عم بيزيد. لأنه شو؟ القمح عم بيزيد. وإذا القمح عم بيزيد قل لي يا جعفر، إذا القمح عم بيزيد شو يعني؟ ما بالمقابل الزرع عم ينقص. بس مش هذا السؤال، السؤال ليش لما عم زيد قمح زيادة عم بيصير كلفة إنتاج القمح أو كلفة الفرصة البديلة للقمح أعلى؟ خليك معي، خليك معي رح أشرح لكم إياها. طيب، في عندي هون وينو هذا؟ أوكي، تعرفوا أنتو، رح نعطي نحن مثال بسيط. شوفوا هون، هذا شو هي هذه هون؟ شو شايفين أنتو هون؟ خريطة لبنان. خريطة لبنان، لبنان الأخضر. كيف شفتي خريطة لبنان؟ فكرتها أرض. ورقة أشكالها بصراحة. ورقة. أوكي، هيك يمكن صارت أكثر. أوكي، طيب. يعني هسه تقريباً خريطة لبنان. شو في عنا بالنص هون بلبنان؟ شو هني هون اللي بالنص؟ هذا الجبل. مش هيك؟ سلسلة طيب. جبال لبنان. سلسلة جبال لبنان، برافو يا شاطر. أنا بدي أفرض سلعتين بلبنان، عم نزرع سلعتين، قمح وتفاح. طيب، فهموا لي شوي، وين التفاح ينزرها أحسن، بالجبل ولا بالساحل ولا بالسهل؟ طبعاً هون في عندي سهل كمان. بالجبل. بالجبل. بالجبل، وهون الساحل، شو بزرع بالساحل عادةً، قمح ولا تفاح؟ قمح. بالساحل بزرع القمح، بالوديان بزرع القمح، أما على الجبل بزرع التفاح. طيب، متفقين كلنا على هذا الموضوع؟ أنا بدي أفرض أنه لبنان كلياته بجباله وديانه كله مزروع قمح، كله 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 الجبال كلها مزروعة قمح والوديان كلها زرعين قمح، بس نفهم المثل ماشي الحال؟ أنا قلت بدي أنتج يا جماعة الخير شوية تفاح، بدي أنتج بلبنان، قررت بدي أنتج شوية تفاح، شو بعمل لأنتج تفاح؟ حدا يرفع إيده ويخبرنا شو بدي أعمل؟ حدا يرفع إيده ويخبرنا. لح أرجع عيد، أنا موجود، أنا زارع لبنان كله قمح من سهله لجباله من شماله لجنوبه، قلت أنا بدي أزرع شوية، بدي أنتج شوية تفاح، لأنتج شوية تفاح شو بدي أعمل يا عبد الله برو؟ بدي أقلل من إنتاج القمح بالجبل. بدي أقلل من إنتاج القمح. أوكي، فإذا قال عبد الله برو شغلتين، قال بدي أقلل من إنتاج القمح وقال بالجبل، ليش يا عبد الله برو بالجبل؟ لأنه إنتاج التفاح بالجبل فينا ننتج منه أكثر من مكان تاني. طيب، وليش يا عبد الله برو قلت بدي أقلل من إنتاج القمح؟ لأنه بسبب
مثل ما قلنا انه اذا بدنا شو اسمه التبادل او شيء هيك مقايضة. المقايضة ايه. اوكي طيب، بالاول عندي خولة فحص صناعي سوسارة بعلبكي، اسميكم بالاجنبي اعملوهم بالعربي اعملوا معروف. فاذا عم بيقول عبد الله برو انه بما انه الارض كلها مزروعه قمح، معناتها كل الموارد معموله للقمح، بالتالي اذا بدي زيد تفاح بدي خفف قمح. وعم بيقول عبد الله انه خلينا نزرع تفاح، نبلش نزرع تفاح على الجبل يعني هون. اوكي نزرع تفاح هون. هلا ليش عم بيقول عبد الله على الجبل؟ لانه الجبل هو احسن منطقه لانتاج التفاح. طيب انا بسالك سؤال يا عبد الله، معي بعدك؟ ايه معك. اذا بدي ازرع تفاح بيطلع لي شويه تفاح ولا كثير تفاح على الجبل فوق؟ هلا على الجبل ممكن يطلع لي موسم تفاح يعني احسن من الاماكن الثانيه، بيطلع لي موسم تفاح منيح. طب وقمح اذا بدي اشيل القمحات ساعتها بخسر كثير قمح ولا شويه قمح؟ لا بخسر شوي لانه الجبل مش منيح موسمه للقمح 100%. فاذا اللي عم بيقوله عبد الله انه رح انا اطلع على الجبل رح ازرع تفاح على الجبل ورح اخسر شويه قمح، معناتها كلفه الفرصه البديله لانتاج التفاح رح تكون شويه قمح. نحن كلنا متفقين على هذا الموضوع مش هيك يا اسراء حمود؟ ايه. طيب طيب انا يا عبد الله ويا شباب كلكم سوا ضليتني زيد 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 انتاج التفاح، لا بالاخير قلت بدي ازرع تفاح على الساحل لانه ما عاد في عندي محل الا على الساحل هون. اوكي كيف بدي ازرع تفاح على الساحل؟ بدي يصير إلغي زرع القمح بالساحل. بدي إلغي زرع القمح على الساحل. طيب لما لا ما بزرع زرع نحن محمد ما بزرع تفاح بالساحل ما في. هلأ بتشوف لما بدي أزرع ما بزرع تفاح بالساحل، خليك معي. لما بدي أزرع تفاح بالساحل شو راح يطلع إنتاج التفاح؟ شوي ولا كثير؟ شوي شوي شوي. بس شو راح أخسر مقابلهم؟ شو راح أخسر مقابلهم؟ قمح كثير قمح. معناتها شو صار بالكلفة البديلة، كلفة الفرصة البديلة للتفاح بهذه الحالة؟ زادت كثير قمح، بدها تكون مرتفعة. فإذا هذا المثل عم بيقول لي إنه كلفة الفرصة البديلة لإنتاج التفاح بالأول عم بتكون ضعيفة، بس كل ما عم زيد إنتاج التفاح عم بنزل عن الجبل، عم يخف إنتاج التفاح وعم بخسر أكثر قمح، عم يخف إنتاج التفاح وبخسر يعني إنه الأرض الزيادة اللي عم بزرعها عم تنتج لي تفاح أقل، بس ولكن عم بتنتج لي تفاح أقل على حساب كتير قمح، أكثر قمح أكثر قمح أكثر قمح. على هيك كلفة الفرصة البديلة عم بتزيد. بعبارة تانية أنا لما بدي أزرع، لما بدي أنتج تفاح نقي بالأول أحسن أرض لإنتاج التفاح، معناتها هون إنتاج التفاح ما بيكلفني كثير نسبيا، بس كل ما بدي أنتج تفاح أكثر بدي أخذ الأرض اللي أقل حسنا أقل حسنا أقل حسنا لأوصل بالأخير على الساحل. زرعنا على الساحل ما رح ننتج تفاح بالمرة أو تفاح قليل نوعيته سيئة، بس ولكن رح نخسر كثير قمح، معناتها كلفة الفرصة البديلة للقمح ترتفع مع ازدياد إنتاج القمح. مع ازدياد إنتاج القمح ترتفع كلفة الفرصة البديلة لإنتاج القمح. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة. في حدا عنده سؤال؟ لا دكتور كله تمام. على قد هيك على قد هيك أي سلعة اللي كان أي سلعة اللي كان كل ما بدي أنتجها زيادة كلفة الفرصة البديلة بدها ترتفع. ليه؟ لأنه لأنتجها بالأول بدي استعمل أفضل الموارد، وبعدين كل ما انتجت اكثر بدي استعمل موارد اقل حسنا اقل حسنا اقل حسنا، على هيك ترتفع كلفه الفرصه البديله. حتى بحياتنا العمليه بحياتنا العمليه يعني انا بدي افرض انه المجتمع ينتج اطباء وشعراء، ينتج اطباء وشعراء،
أنا بدي أنتج أطباء أكثر، من وين بدي روح جيبهم لهول الأطباء؟ بدي أنتج، معناتها بدي أجيب ناس اللي بتحب الشعر، ما هول الناس اللي بتحب الشعر كل ما بدي أجيبهم على الطب راح يطلع عندي أطباء سيئين وعم بخسر شعراء جيدين، والعكس صحيح. إذا بدي أنتج الشعر أكثر بدي أجيب الناس اللي بالطب قل لهم تعملوا شعر، راح أخسر الطبيب وما راح أربح كثير شعر، وهكذا دولي كان عم بحكي إجمالا. واضحة النقطة؟ ماشي الحال؟ ماشي. على بركة الله. طيب على دهيك، على دهيك قصة كلفة الفرصة، تزايد الفرصة البديلة نقطة كتير أساسية وكتير مهمة، أنا أتمنى عليكم تركزوا عليها وتفهموها منيح. طيب شو في عندي بعد؟ مثلا هذا مثل ما قلت لكم، نحن انا فرجيتكم هون كيف طلعت كلفه الفرصه البديله لما عم بنتج المزيد من القمح، طلعوا لي انتم بالبيت كلفه الفرصه البديله لانتاج المزيد من الذره. في عندي يعني دكتور بس سؤال. ايه اللي يا جعفر، يعني قصدك من سور نحط الذره على الاكس اكسس؟ اوكي جعفر سمعني؟ ايه سامعك. اوكي مش ضروري تحط اول شيء اسمه ذره مش ذره، ذره ذره. اوكي طيب بالذات ماشي الحال. اوكي ايه ما ضروري تحط على الاكس اكسس، ما نحن قلنا لطلع اني كلفه الفرصه البديله للذره. اوكي بدل ما اعمل الميل بعمل عكس الميل، بقلبه للميل. يعني بنعمل الـ X على Y؟ إيه بعمل X E ناقص X E ناقص X على Y E ناقص Y D، X E مع X D على Y E مع Y D، وكمان هون X D مع X C على Y D مع Y C. يلا بعد فينا 10 دقايق ناخذ الحضور كمان هلا هون. دكتور هي مش على 50 بتخلص الحصه هاي؟ بلا هيك حد بعد 10 دقايق. اوكي لما اخذ الحضور يا شباب تبوا لي شغله، لما اخذ الحضور ما حدا يحكي اعملوا معروف. اوكي بعطيكم فرصه وقت بعد شوي. طيب جيد، فإذا نستأنف نحن هون بالنسبة لهذا اللي بس سؤال. ايه تفضل يا ريان. انه نحن بس نشوف كلفة الفرصة البديلة عم بتزيد، هذا معناته انه ما عم بستغل الموارد منيح، ما عم بعمل كفاءة بالإنتاج؟ لا 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 بالعكس، لا لا الكفاءة في الإنتاج هي إذا أنا كنت هون، هذه لا كفاءة في الإنتاج. أما لما أكون هون لا في عندي كفاءة في الإنتاج، بس ولكن نحن اللي عم نقوله أنه هذا الشكل لما يكون منحنى إمكانيات الإنتاج منحنى، لما يكون المنحنى هيك منحنى إمكانيات الإنتاج كورب أو كيرف، هذا واقعي أكثر هيك بيكون. وهذا يعني منحنى إمكانيات الإنتاج لما يكون جاي مبروم برم مقعر، معناتها انه في عندي تزايد بكلفة الفرصة البديلة. يا ماشي هذا مش مطلوب منكم، هذا اللي هون بس بتشيلوها. فإذا ماذا يبين نموذج منحنى امكانيات الانتاج المحدب او المقعر؟
أوكي، أول شيء عندنا تزايد الكلفة الفرصة البديلة، وهون بدي أنبهكم أنه عندي تزايد كلفة الفرصة البديلة للقمح وللذرة كذلك، وهذا اللي قلت لكم تعملوه بالبيت، تزايد كلفة الفرصة البديلة للذرة وللقمح، ولح تفرج لح أنتم لما تعملوا تاعت القمح لح يطلع مع عفوا تاعت الذرة، لح تشوفوا أنه كلفة الفرصة البديلة للذرة تتزايد كذلك. كمان نحن شفنا على شو اسمه على هذا المنحنى الكفاءة في الإنتاج، أوكي، وشفنا وين بيكون في عندي كفاءة في الإنتاج وين ما بيكون في عندي كفاءة بالإنتاج، أوكي، وخلينا نفرشكم عليهم هون، طلعوا لي شوي، فعشان هذا عندي هون سكر وعندي هون بيتزا. طبعا هون هذه النقطة F ما فيه أصلها، وهذه النقطة D ما فيها كفاءة، أوكي، شايفين D والE are inefficient يعني ما فيهم كفاءة، والE هون كمان ما فيها كفاءة في الإنتاج لأنه تحت منحنى إمكانيات الإنتاج. أما نقاط A أو A B أو B أو C أو C فهي نقاط فيها كفاءة إنتاج. فإذن حكينا عن تزايد كلفة الفرصة البديلة، الكفاءة في الإنتاج حكينا عنهم كمان، هلأ بدي أحكي عن المزيج الكفؤ في الإنتاج. طلعوا لي شوي مزيج الكفؤ في الإنتاج على الرسم الثاني ليكم هون، عن إذنك يا ست ريان. لنفرض أن الناس تحب الحلويات، لنفرض أن الناس تحب الحلويات، أنا في عندي هون سكر وفي عندي هون بيتزا، شو رأيكم أيها أفضل السي أو البي؟ السي لأنه رايح على الحلويات أكثر، لأنه ممكن تنتج أكثر السكر أو الشجر أكثر، فإذا السي أقرب. صحيح، وين بيكون في عندي مزيج أكثر كفاءة، السي ولا البي؟ سي. أوكي، المزيج الأكثر كفاءة هو السي، لأنه هون المجتمع بيحب الحلويات ونحن ننتج الحلويات، فإذا مزيج غير كفؤ. لاحظوا مش عم أقول إنتاج غير كفؤ، عم بحكي مزيج. الإنتاج حكيت عنه هون الكفاءة في الإنتاج، قلنا أنه الـ A والـ B والـ C في كفاءة في الإنتاج، ولكن هل هو المزيج الكفؤ؟ الـ B مناش مزيج كفؤ لأنه فيها شوية سكر، أما السي فهي مزيج كفؤ من الإنتاج. يعني هي الكفاءة في التوزيع؟ بالضبط، طف صحيح، مزيج كفؤ صحيح. في عندي هلأ هون بعد في عندي شو بدي أشوف على شو اسمه النمو الاقتصادي، بدي فرجيكم هون على النمو الاقتصادي على هالرسمة. لاحظوا هون وين كان، إذا بدكم هذا منحنى إمكانيات الإنتاج، عندي هون A وهون عندي B، هون في عندي A2 و B2، يعني كان بالأول عندي منحنى الإمكانيات الإنتاج 1، هلأ صار منحنى إمكانيات الإنتاج 2. أنتوا وين بتفضلوا تكونوا، على ال 1 ولا على ال 2؟ إذا أنتوا طبعا هون عم بحكي سلع وخدمات، إذا هذا الاقتصاد تعولنا بتكون تفضلوا أنتوا تكونوا على ال 1 ولا على ال 2 تعولكم منحنى إمكانيات الإنتاج؟ أتو أكيد. ليه؟ لأنه أكتر أفضل، لأنه عندي إمكانيات، لأنه النمو أكتر. طيب شو اللي بيخليني أطلع من الوان على التو؟ التبادل يمكن؟ لا مش تبادل، لا شو اللي بيخليني أطلع من الوان؟ إنه كثرة الخدمات اللي بيقدموها. نعم محمد، زيادة السلب. خليني أنا وياكم نشوفهم لهول. موارد، تطور التكنولوجي. بالضبط، فإذا بصير في عندي تطور بقدر أني أعمل نمو أكتر. عندي ثلاث عوامل بيخلوني أطلع لفوق، كل ما زادت اليد العاملة بقدر بنتج أكتر، كل ما زاد رأس المال بقدر أنتج أكتر، وكل ما كان في عندي تطور تكنولوجي بقدر أنتج أكتر. أوكي، على هيك على هيك لازم يكون في عندي اهتم أنا باليد العاملة، ولازم اهتم بالاستثمار،
وعلى ذلك لازم نهتم بالتطور التكنولوجي. شو كيف يعني ازدياد اليد العاملة؟ على ذلك أنتم بتلاحظوا أنه دول مثل الدنمارك، مثل ألمانيا، مثل كندا على طول بيعملوا بيستقبلوا مهاجرين جدد ليزيدوا حجم اليد العاملة. أما بالنسبة كمان رخيصة. إيه. أما بالنسبة لرأس المال، على ذلك الدول رأس المال هم بمعنى الاقتصادي. كيف؟ هذا رأس المال هم بمعنى الاقتصادي ولا الرأس المال العادي؟ إيه طبعاً بالمعنى الاقتصادي، الآلات، المباني، أدوات الإنتاج. على طول بيشجعوا الناس إنه تدخروا أكثر، هني بيشجعوا الناس إنه تدخروا أكثر. لما العالم تدخر أكثر معناته صار في عندي أموال أكثر مشان نعمل فيها قروض مشان استثمارات، والاستثمارات هي بتزيد رأس المال. فإذا بدي يزيد اليد العاملة، بدي يزيد حجم رأس المال، ماشي الحال. وإذا بدكم تفهموا أنتوا يعني هيك شوي رأس المال، شوفوا هلا بلبنان نحن لو عنا المصارف بني آدمين كانوا والدولة عنا بني آدمين كانوا استقرضوا من المصارف وعملوا فيها عمروا فيها شركة كهرباء أو شركات كهرباء، وهذا كان بيساعدنا على النمو الاقتصادي. أما التطور التكنولوجي فهو لما الدولة تدعم البحث العلمي وتزيد يعني تدعم البحث العلمي وتستخدم آلات أكثر تطوراً. آخر نقطة قبل ما يخلص الوقت هي قصة النمو الاقتصادي. طلعوا لي هون على الرسمة، هون في عندي سلع، سلع استهلاكية consumer goods، وهون في عندي سلع رأسمالية آلات إنتاج. أوكي طلعوا لي شوي هون. أوكي إنه هون لما كنا عم بنتج سلع استهلاكية أكثر، بعد 20 سنة رح أجي لهون. أوكي.